أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. العربي والجديد اللندنية، مخاوف سياسية من صيغة توزيع الدوائر الانتخابية المقرة في البرلمان. الرؤية العمانية، كورونا يتفشى بلا هوادة، والعالم مقبل على أوبئة أشد خطورة. وفي تقرير لعكاظ السعودية، كيسنجر يدق ناقوس الخطر، حرب عالمية على الأبواب. من المقالات يكتب عبد النبي الشعلة في البلاد البحرينية، ثقافة العنف والاغتيالات والتصفيات الجسدية في العالم العربي. ويتساءل رائد برقاوي في الخليج الإماراتية، لماذا يهجرون بلدانهم؟ التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة العربية الجديدة اللندنية إن هناك مخاوف سياسية من صيغة توزيع الدوائر الانتخابية المقرة في البرلمان العراقي، ومخاوف من مقترح توزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة، وأن المقترح مفصل وفقا لإرادات بعض الأطراف وعقبة كبيرة نحو الانتخابات المبكرة. ونبقى في العربي الجديد، جولة أوروبية للكاظمي بحثا عن دعم مالي وسياسي للعراق، تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتهدف إلى حشد الدعم لمواجهة الأزمتين المالية والصحية اللتين تعصفان بالعراق، والتأكيد على استمرار حاجة العراق للدعم الغربي. ويرى الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي محمد التميمي أن جولة الكاظمي الأوروبية لن تكون مختلفة عن الزيارات التي قام بها رؤساء الوزراء السابقون، وهذه الزيارات تكون دائما بلا نتائج، لأن أغلب الدول الأوروبية لا تملك ثقة تامة بالوضع العراقي الأمني والسياسي. نقلت صحيفة القدس العربي عن خبير دولي قوله إن المساحة الملوثة بالألغام في العراق تقترب من 3 مليارات متر مربع. ويرى الخبير بيرلوداس، المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام، أن هناك زيادة في أعداد المخلفات الحربية، وأن العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر العنقودية. عنونت صحيفة البلاد البحرينية، بين الحروب وكورونا الاكتئاب يفترس نفسية العراقيين، إذ ألقت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها الضوء على الحالة النفسية للشعب العراقي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. ولاحظت المنظمة عبر فرقها المنتشرة في العراق أن الحالة النفسية للمرضى العراقيين ساءت، مع مستويات عالية جدا من القلق والاكتئاب. وفي تقرير لصحيفة عكاظ السعودية، كيسنجر يدق ناقوس الخطر، حرب عالمية على الأبواب. ويحذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة، داعيا الولايات المتحدة والصين أن تضعا حدودا للمواجهة، وإلا فإن العالم سيجد نفسه في وضع مماثل للحرب العالمية الأولى. ويعتقد ثعلب السياسة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين في حرب باردة جديدة. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب حسام أبو حامد في العربي الجديد اللندنية، حكومة الكاظمي وسبل مواجهة الهيمنة الإيرانية.
ويرى الكاتب أنه طوال السنوات ظل العراق ضحية الفشل العسكري والسياسي الأمريكي والتدخلات الإيرانية في شؤونه، وهذا جعله عرضة دائما لخطر أن يصبح ساحة معركة لحرب بالوكالة، ويسعى الكاظمي إلى إمساك العصا من المنتصف محاولا إعادة التوازن. ويكتب عبد النبي الشعلة في البلاد البحرينية ثقافة العنف والاغتيالات والتصفيات الجسدية في العالم العربي، وينظر الكاتب إلى التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية بأنها وسائل عنيفة غير مشروعة، لكنه يرى أن الأمل معقود على جيل اليوم الواعي المتعلم للتخلص من هذه الآفة. ويتساءل رائد برقاوي في الخليج الإماراتية لماذا يهجرون بلدانهم، متناولا في مقاله كيف يفكر نصف شباب العرب ويسعون لهجرة بلدانهم للعمل والعيش في بلدان أخرى، ويصفها بالمأساة، ويرى أنه عندما يحدث ذلك بعد عقود متتالية فنكون قد وصلنا إلى قمة المأساة. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور أحمد القديدي الدبلوماسي والمحلل السياسي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحة الدكتور أحمد القديدي الدبلوماسي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور أحمد معنا. أهلا وسهلا بك بقناتكم الكريمة. أهلا بك. نبدأ الحوار من صحيفة العربية الجديد اللندنية التي تقول إن هناك مخاوف سياسية من صيغة توزيع الدوائر الانتخابية المقررة في البرلمان العراقي، وأيضا توزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة. لماذا هذه المخاوف برأيك؟ هي شوف صراحة العراق مشكلة كبيرة، مش من هلا، من زمان، من يمكن 30 أو 40 سنة، وتفاقمت إلى أن انفجرت. لما تنفجر أعتقد أنها سوف تنفرج. ليش؟ لأن المواطن العراقي حتى العادي منهم، مش حتى المثقف ولا السياسي، مواطن عادي ولكن واعي تماما بقضايا بلده مهما كانت الانتماءات والطوائف وغيرها، فاستطاعت العراق أن تتغلب على مشاكل أكبر من الموجودة الحين. وأعتقد أن أنا عندي ثقة في حكومة الكاظمي وفي رؤيته، لأني سمعت عديد المرات، رجل حكيم ومتزن ورصين، ويمكن أن يخرج بالعراق فيها القضية اللي ذكرتها حضرتك أو في غيرها، يعني محلية أو إقليمية أو عالمية، من عمق الزجاجة وينجو العراق إن شاء الله. دكتور، نبقى في العربي الجديد، جولة أوروبية للكاظمي بحثا عن دعم مالي وسياسي للعراق تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتهدف إلى حشد الدعم لمواجهة الأزمتين المالية والصحية اللتين تعصفان بالعراق. ما النتائج المتوقعة من جولة الكاظمي الأوروبية؟ أخذت أن تصريحات الكاظمي فيما اتفق عليه الثلاثة وزراء، يعني المصري والأردني والعراقي، أخيرا أمس، ما بالعهد من قدم، فأرى أن جناحي العراق يجب أن تغادر الإقليم إلى العالم الرحب. وأنا أعيش في فرنسا من تقريبا 40 سنة، وأعرف في الآليات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنهم من مصلحة الاتحاد الأوروبي وكل دولها إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين أن تكون العراق آمنة مطمئنة ويسود فيها السلام. فالكاظمي أعتقد أنه سوف يكلم الأوروبيين بهذه اللغة ويشعرهم أن مصير العراق مرتبط أيضا بمصيرهم هم وبأمنهم وبسلامهم.
فأنا أتوقع ألف خير لزيارة الكاظمي للاتحاد الأوروبي والدول الأساسية فيه التي ذكرتها حضرتك. نتحول دكتور إلى صحيفة القدس العربي التي تنقل عن الخبير الدولي بيرلوداس المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام أن المساحة الملوثة بالألغام في العراق تقترب الآن من 3 مليارات متر مربع، وأن العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر العنقودية والمخلفات الحربية. ما التأثيرات المستقبلية لانتشار الألغام والمخلفات الحربية في العراق؟ ما هو شوف الوضع المؤسف الحين في الميدان في العراق هو أن العراق أرض ملغمة في أغلبها، مثل ما كان الحال في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومثل ما كان الحرب مثل ما كان الحال في بداية الثمانينات في أفغانستان وحتى أجزاء من باكستان. يعني المناطق التي مرت منها بؤر العنف والحروب إما أهلية أو غير أهلية ولكن تستهدفها، هي نتيجة يعني الألغام هي نتيجة كل هذا. فأعتقد أن المجهود العراقي هنا لا يكفي، يجب أن يكون المجهود عالمي دولي بإشراف منظمة الأمم المتحدة والحوزات الزرق، أن تكون الأمم المتحدة طرفا أساسيا في معالجة قضية الألغام بما لها من خبرة، لأن قامت بنفس العمل في الكونغو في الستينات بعد الحروب وبعد الأزمات الكبيرة المعروفة في الكونغو وفي كثير من بلدان الإفريقية. أعتقد أن توجه الكاظمي الآن إلى الأمم المتحدة في هذه المسألة بالضبط لاتخاذ قرارات جريئة أممية لا شرقية ولا غربية، أعتقد أن فيها الحل الكبير. نعم، عنونت صحيفة البلاد البحرينية بين الحروب وكورونا الاكتئاب يفترس نفسية العراقيين، ووجدت منظمة أطباء بلا حدود مستويات عالية جدا من القلق والاكتئاب بين المرضى العراقيين الذين كانوا يحاولون التعافي من آثار الحرب والنزوح. ما المسببات التي أدت إلى ذلك؟ هي نفس المسببات التي أدت بتقريبا أغلب المجتمعات العربية ما عدا البعض الطفيف منها إلى ظاهرة الاكتئاب والانهيار النفسي والخوف من المصير وتغليب مبدأ الهجرة من هذه الدول على البقاء فيها. فخذ لك مثلا تونس التي لم تقع فيها حروب، فنسبة حسب الجمعية التونسية للصحة النفسية نسبة الاكتئاب توصل إلى 57% من الشعب التونسي. في عدم اطمئنان للمستقبل، في خوف، ومثل ما ذكرت حضرتك النزوح وغيرها الذي تفاقم في العراق ال20 سنة الأخيرة، حتى أن العراقيين يعني في نخبهم أصبحت تغذي البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والبلدان العربية الأخرى. فنأمل أن تكون هذه الظاهرة إلى جانب الكورونا التي زادت الطين بلة، أن تكون هذه الظاهرة في منطق التاريخ ومنطق الأحداث أن تكون عابرة. نعم، أيضا في صحيفة البلاد البحرينية يكتب عبد النبي الشعلة: ثقافة العنف والاغتيالات والتصفيات الجسدية في العالم العربي. الكاتب يرى أن الأمل معقود على جيل اليوم الواعي المتعلم للتخلص من هذه الآفة. هل سيكون جيل اليوم بحجم ومستوى المسؤولية برأيك؟ أعتقد أن هذا الجيل الأمل معقود فيه، أنا أتفائل ولا أتشائم مما لمسته في الأجيال العربية التي أراها في الاتحاد الأوروبي أو هنا في دول الخليج من طموحات مشروعة وإرادة تغيير الواقع. فهنا ألفت الانتباه إلى تغيير الثقافة السياسية لدى هذا الجيل. ثقافة الجيل ده إحنا هي ثقافة محبطة وثقافة أغلبها استعمارية ومستوردة ممن استعمرنا مدة قرن. ثقافة هذا الجيل الذي لم يعرف الاستعمار المباشر هو أن يخرج بالمجتمعات إلى قيم كونية
وهي الحرية والديمقراطية وسيادة الدول على قراراتها. فأنا أتفائل وأرى في النخبة من الشباب، الشباب الصاعد، بذور نهضة جديدة مثل ما كانت النهضة في زمن رشيد رضا ومحمد عبده والأفغاني وكذا، فأجهزت أيضا، وثورة محمد علي في مصر أجهزت، بينما مثلا نجحت اليابان التي بدأنا نحن معها العرب في نفس اللحظة التاريخية، لما كانت عائلة ميجي في اليابان سنة 1845 وكان محمد علي في مصر، بدأت النهضة العربية واليابانية في نفس موقع الانطلاق زي التسابق الأولمبي. ولكن يتساءل الإنسان أين هم اليوم وأين نحن العرب؟ نحن أحبطنا لأننا أسأنا الاختيارات، لأننا استعمرنا فكريا، لأننا لم يترك لنا مجال اختيار حر. أنا أطالع أدبيات وكتب ومقالات هذا الشباب من أبنائي والشابات أيضا، فألمس فيها بوادر تغيير العقلية السياسية أو الثقافة السياسية لتصبح ثقافة حضارية. نعم، مقال أيضا في صحيفة الخليج الإماراتية يتساءل فيه رائد برقاوي لماذا يهجرون بلدانهم، ويقصد الشباب العربي، متناولا في مقاله كيف يفكر نصف شباب العرب ويسعون لهجرة بلدانهم للعمل والعيش في بلدان أخرى. ما الأسباب التي أدت إلى هجرة الشباب العربي؟ لا يكفي أن يكون المجتمعات العربية في حاجة إلى شبابها وإلى عقولهم وسواعدهم، بل القضية تبدأ أخي من برامج التربية والتعليم. نحن أسأنا اختيار هذه البرامج، فخرجنا في أغلب الدول العربية، خرجت جامعاتنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية عاطلين عن العمل. فالملائمة بين برامج التربية والتعليم وبين سوق الشغل ضرورية، وأنا لم أرى اجتماعا واحدا حتى واحد في العشرين سنة الأخيرة لوزراء التربية والتعليم العرب لكي ينسقوا ويتبادلوا التجارب للنهضة بالمجتمعات، وفي الأخير منع نزوح وهجرة هذه العقول. انت تتصور ان في تونس في سنه واحده فقدنا 800 طبيب خريجي كليات الطب في تونس، وفي الجزائر بدات هذه الظاهره تتفشى، في المغرب هي قديمه موجوده. وانا لا اقول نصف الشباب يريد ان يهجر، انا اقول 90% من الشباب يريد ان يهجر، ولا يرى في جواز سفره الا مفتاح لعالم افضل تحترم في حريته وكرامته، ويأمن حتى على سلامة جسده وبدنه وأسرته وعرضه في مجتمعات مع الأسف تميزت، هذه هي المجتمعات الأوروبية والأمريكية واليابانية اللي هاجروا لهؤلاء الشباب، تميزت بدساتير تحترم حقوق الإنسان الأساسية، وهو ما لم يجده الشاب خريج الجامعات عندنا وعندكم في الشرق نفس الشيء. دكتور، أخيرا نتحول إلى صحيفة عكاظ السعودية. كيسنجر يدق ناقوس الخطر، حرب عالمية على الأبواب، والعالم سيجد نفسه في وضع مماثل للحرب العالمية الأولى، هكذا يقول كيسنجر. إذن رؤية كيسنجر الموصوف بثعلب السياسة الأمريكية هل ستتحقق برأيك؟ تصريح قرأته لكيسنجر في بلومبرج وكالة أنباء وردته عديد الصحف، وهو مثل ما ذكرت كان يلقبه وزير خارجية فرنسا، صديقي جدا توفي الآن ميشيل جوبير، كان يلقبه بثعلب الدبلوماسية الأمريكية. هو يتنبأ لأنه يقرأ، وهو مثل ما تعلم هو الذي ابتدع سياسة الخطوة خطوة وسياسة الجولات المكوكية في قضية الشرق الأوسط خاصة، و وإدخال مصر في بيت الطاعة العالمي الغربي إلى آخره. فتنبؤات الرجل تنم عن قراءة لما وراء الأحداث. نحن تعلمنا في كتاب دبلوماسي الذي أصدره كيسنجر من 20 سنة في مذكراته أن الرجل يقرأ
الأحداث من خلال كواليسها، ولا يقرأ الأحداث مثل ما يقرأه الناس العاديون مثل نحن، لا، هو يقرأ ويحلل ويخرج باستنتاجات. يقول أننا مقبلون على نوعا من الحرب، وربما هو يقول حتى نووية. ليش؟ لأنه لمس في اتهام ترامب المستمر للصين في قضية الكورونا وفي قضية عقابها من طرف المنظمة العالمية للتجارة وفرض أداءات وضرائب كبيرة على المنتجات الصينية، مما دفع وزير الخارجية الصيني أخيرا يعني يوم 14 سبتمبر من شهر تقريبا إلى القول أن أمريكا تستعد لضربنا بطريقة ما، ويدلل على ذلك بطلعات جوية للطيران الأمريكي حوالي الحدود الصينية ومحاولة التجسس ومحاولة إدخال الصين في قضايا أمريكية داخلية مثل الانتخابات الرئاسية إلى آخره. كل هذه العوامل تجعل التشنج يتصاعد ويتفاقم، ولكن الأمل الوحيد هو لما تتغير الإدارة الأمريكية أو يتغير ترامب نفسه حتى ولو أعيد انتخابه، فالمواجهات لا تصنع سلام ولا تصنع أمن ولا تصنع تقدم ولا تصنع تضامن دولي وأممي في العالم. هذا التشنج الذي مع الأسف تميز به أو انفردت به إدارة ترامب منذ 2016 إلى اليوم. والفاصل هو يوم 3 نوفمبر القادم، يعني احنا في على بعد اسبوعين تقريبا من الانتخابات الأمريكية، وسنرى كيف سيتغير الوضع. نعم، إذا ما حدثت حرب عالمية ثالثة متوقعة، بماذا سيتأثر العالم العربي؟ هو مش هيتأثر، ربما ينقرض عالمنا العربي، لأن عالمنا العربي أول الضحايا. نحن في العالم العربي نملك ثروة من الغاز ومن النفط ومن المواقع الاستراتيجية تجعل الأنظار كلها متجهة لنا. وانت ترى التحالفات الجديدة والتدخلات الجديدة ومحاولة صنع ما سمته كوندوليزا رايس الشرق الأوسط الجديد، فنحن في يمكن في طليعة الخطر، زي الجندي اللي في الخطوط الأمامية وهو حافي عاري وليس له سلاح وهو في الخطوط الأمامية. المهم بالنسبة لنا أن نعي أولا وأن ننسق ثانيا وأن نتعامل مع العالم بتخطيط. نحن لا نخطط، لا نستشرف المستقبل. لا تتصور، أنا دائما أضرب المثل لطلابي إما في أوروبا أو في الخليج لما درست في الجامعات، أقول لهم كتاب الدولة اليهودية لتيودور هيرتزل الذي صدر 1897، يعني أكثر من قرن الآن، لم يترجم للغة العربية. هذا الكتاب الدولة اليهودية The Jewish State لم يترجم من العربية إلا في 20 سنة الأخيرة، والعرب هم محوره الأساسي. حتى كتاب لورانس العرب وهو يهب العرب لم يترجم من العربية إلا في 20 سنة الأخيرة، أعمدة الحكمة السبعة. العرب لا يقرؤون ولا يخططون، وهذه هي مأساتهم. ونحن نعيش مع أعداء ومع حلفاء ومع أصدقاء يخططون لمستقبلهم، ونحن غافلون مصابون بهذه الغفلة الحضارية والتاريخية. عفانا وعفاكم الله أخي. نعم، في ختام الحوار شكرا جزيلا دكتور أحمد لانضمامك إلينا. الله يحفظك ويسترك. والشكر موصول لكم مشاهدينا، دمتم في أمان الله وحفظه.